اليوم بغيت نشارك معكم واحد النوع من الدوزات وتتحضروه مع العواصر بالنسبه للضيوف ديالكم او الاطفال. كيعجب اكيد الكبار والصغار، كتجي ساهله مهله وزوينه بزاف. غادي نحتاجو هنايا 400 غرام من الدقيق الابيض، كيس من خميره الحلويات فيها 16 ديال الغرام، ربعات البيضات كاملين، 250 غرام من الزبده الذايبه، عندي هنايا قشره ديال الحامض، 200 غرام من السكر. وبالنسبه للزين غادي نحتاجو علبه من الحليب ديال الكوكوم، علبه من الحليب مركز محلى، قليل من الحليب باش غادي نخلطوا العناصر ديالنا سائلين. وغادي نحتاجو نواه كوكو كويرطات، وانا غادي نفوت غادي نخلطهم بهذا الماشينه. باش نوجد العجينه ديالي ديال البسكو اللي غادي نحتاجو، وخلطت العناصر اليابسين مع بعضياتهم، ضفت لهم شويه من الملح، خلطت الزبده مع البيض، وبديت كندير عليهم العناصر المجففه. هنا بالنسبه لتوزيع اللاطه ديالكم، من احسن عطيو لها شويه ديال الخاطر باش تقسموها على اللاطه كما تماما. الكيكه ديالي طابت، درت لها تاس ديال القطيب ديال اللوح تاع طابت، وهادشي اللي بغيت نفهم لكم بالنسبه لقبيله التوزيع ديال العجينه. كنتمنى تبان لكم الفكره اللي قصدت بها، انها الا ما وزعتوهاش نيشان هذا هو الديفو اللي كيوقع، ولكن ماشي مشكل. غادي نقادوها ان شاء الله. من خرجوها من الفران شدوا واحد المنديل يكون نظيف، بردوا عليه شويه من السكر، وقلبوها على وجهها بهذا الشكل هاكم. وتعاودوا لها رشه اخرى من هنايا، كانت شي على شكل هذوك الديغولي، ما عرفتش واش راها على بالكم. حتى هما اكيد واحد النهار غادي ندوز معاكم نفس المقادير، غير هما كديروهم في قصديره ديال الفران اللي تكون كبيره، يعني تجي رقيقه العجينه ديالها. صافي نقدروا نوجدوا داك المشروب اللي غادي نزينوا به الكيكه ديالنا. نفرغوا الماء ديالو، شفتوا داكشي كيبقى لتحت، يعني غنبقاو هكا يستمروا تدريجيا. شحال ما عطيتي شويه ديال الوقت راه كلشي كيجي ساهل. هانتوما كنبغي في الاول من تكون العلبه عاد عامره، كنبغي هذاك بلا ما نحاول ما امكن ما نقش الحديد. هانتوما ونكملوا الشرب ديالكم، ضيفوا له شويه من الحليب، يعني يجي غير شويه لا كونتيتي ديالو تجي غير شويه اكثر من الحليب، ما نخليوهاش عاقده بزاف. هانتو شفتوا دابا يا انا راه كان على حسب 50 مليلتر ديال الحليب اللي ضفتها. بالنسبه لافوم غادي تبقى لكم داكشي اختياريا، داكشي غادي تعرفوه نتوما، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد على حسب المناسبه علاش غادي توجديهم. بغيتي كان عيد الحب، كانت خطوبه، كان زواج، غادي ديري المشروم ديال القلوبه، كان بغيتي ديريهم غير هكا على شكل دوار، على شكل دويره، بغيتي تمشي وتقصيهم، ننصحك قصيها، قصي هاد الكيكه بهاد الموس اللي عنده هكا سنينات. هاد الموس طوب فريمون طوب من جيو. المهم الاساس هو لا فورم اللي بغيتو تحصلوا عليها، حاولوا تحصلوا عليها على هاد الجهه ديال البسكويت ديالكم، ما تستعملوش، اسمحوا لي كنتمنى يكون كان بان لكم شي حاجه. ننصحكم ما تقصوش من هنايا من هاد الجهه. النص غادي نديرو مربعات، والنص غادي نديرو على شكل دويرات. كنتمنى غير بالصور تاخذوا فكره ديال القصان ديال المستطيلات ديالي. حاولوا ما امكن تحيدوا القناه باش يجيكم الشكل ديالهم جميل. هنايا استمرت بالتقسام ديال الكيكه، جمعت هذاك الاضافه كامل اللي غادي شيت لينا، وغنديروا به بلاتي شكل ثاني. هانتوما خوتي خواتاتي، حتى بالنسبه للزين غادي يبقى لكم داكشي، كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو والرغبه ديالو. هي اصليه كنديروها بنواه كوكو، لحقاش هنا عندنا الحليب من الحليب كوكو،
كتجي مترافقه مع هذا. بصح كاين الاشخاص اللي ما كيبغوش الكوكو، اللي ما كيبغوش جوز الهند، وتقدري تستمري ديك الساعه ب هذا بالشوكولا، بيرميسال ديال الشوكولا، ولا باللوز يكون عندك مقلي ومهرشم. المهم استمروا دابا يعني نبداو على بركه الله بالتزيين ديال الكاتو ديالنا اللي صبح جاهز على هذا الشكل. المهم كلشي على التوجيده. خبزه ديال التقديم، جات لنا واحد المناسبه دابا، يا جاتنا بمناسبه وفكرت ما غادي ندير حتى شي حاجه في المجمد، غادي نهزها الطبق هذا ونمشي نفرح بها واحد السيده. هانتوما كتشدوا الكيك ديالكم على هذا الشكل. انا سمحوا لي عروبيه بلديه شعبيه، كنبغي نخدم بيديا. غتشدوا هكايا ديروا دوره خفيفه، ما تخليوش يشرب لكم الشربات بزاف. صافي تثبتوا هنايا على نواة كوكو. نتمنى تبان لكم الفكره. صافي الكويرتات اللي وجدناهم من قبل، شكون بحالي اللي خصو دائما المنديل يكون قدامه فازك. المهم هذا هو بالنسبه للشكل ديال الكوكو. غنعاود معكم وحيده الشكل ديال الكيك ديالنا، ها هو. يعني ما تخلوش وقت طويل، نشدو هنا في كوكو نوت كوكو، ندورو له الجناب مزيان. صافي جيت اخواتاتي باش نضيف لكم واحد المعلومه صغيره بالنسبه للكيكه ديالنا. مجرد ما كنقيبوهاش بزاف في الفران، يعني كتجي عاد مقطنه بزاف وكتجي خفيفه، كنأكد لكم ونعاود باش من ديروها في الحليب ما تخليوهاش مده طويله، يعني غير ما تشرب لكمش الحليب بزاف باش ما تذوبش. غادي نجي هنايا ونشد الحليب والكيكه اللي شاطت لنا، نكورهم ندير فيهم حبه ديال اللوزه مقليه، نديرهم في الكوك ونحضرهم هكايا مرصيات صغارين. تقدري توجديهم حتى بمناسبات ديال العيد، توجديهم من قبل وديريهم في الفريغو.